السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا موقع جديد لربح عملة الروبل من الضغط على الإعلانات ومن التعدين. موقع ممتاز جدا، موقع لسه جديد. عندك هنا ركوب الأمواج، تسجيل بسيط مجاني، الحد الأدنى للإيداع هو 10 روبل، أول ربح 1 دقيقة على محفظتك، مكافأة للتسجيل إحالة 10. طريقة التسجيل في الموقع، بنيجي من هنا بنحط هنا الاسم وهنا الإيميل وهنا الباسورد وهنا إعادة الباسورد، وبننقل الأرقام دي هنا وبنعلم على الشروط ونعمل تسجيل كده بقالنا حساب في الموقع. دخول في الموقع بنحط البريد الالكتروني والباسورد ونعمل تسجيل كده، دخلنا على حسابنا في الموقع. انا وضعت 10 روبل زي ما انتم شايفين في صفحة الحساب. هتخش من هنا اول واحدة دي المساهمة، هتلاقي الموقع هنا بيعدن بقيمة 10 روبل و1200 من الروبل. لو جيت تحدث من هنا هتلاقي الرقم ده هيزيد. تمام، دي اول حاجة كده ايه اللي احنا دخلنا عليها اللي هي المساهمة اللي هي بتجيب لنا الصفحة دي. تاني حاجة الاعلانات، في كمية اعلانات ممتازة جدا زي ما انتم شايفين كده، ضغط على الاعلانات، اعلان في 5 سنت واعلان 2 سنت واعلان 3 سنت زي ما انتم شايفين كده، في اعلان 5 وفي 4 وفي 3 وفي 2. هنشوف كده اعلان بسيط بقيمة 2 سنت. الاعلان بيجيب لك اهو 5 ثواني زي ما انتم شايفين، هننتظر 5 ثواني هيجيب لنا رقم يقول لنا فين الرقم ده. هنا جايب لنا 82 اهي 82 كده، خدت قيمة الاعلان. هقفل الصفحة دي واخش على الموقع تاني. لو رجعت تاني للمساهمة هلاقي ان الرصيد بتاعي فوق زاد، بيتضاف لي في الرصيد بقى 1400، بيتضاف لي في رصيد الايه التعدين في الموقع. تمام، هو رصيد المساهمة. ومن هنا الاعلانات، وقلنا من هنا الرصيد الاعلى. وانت هتودع في الموقع بتيجي من هنا تحط المبلغ اللي انت هتودعه، انا حطيت 10 روبل، بتعمل توجيه للمحفظة وبتحط اللي انت ايه هتودعه في الموقع. ومن هنا السحب، اول ما بتوصل المبلغ بتحط هنا، طبعا بتكون حافظ رقم محفظتك، بتيجي من هنا وتطلب السحب على طول المبلغ، وتطلب السحب بيوصلك على طول. ومن هنا رابط الاحالة بتاعك اهو، حل على كذا مستوى. ومن هنا الاعدادات، اول ما تخش خش على الاعدادات دي، تحط هنا رقم محفظتك، انا عشان عملته مش باين، هتلاقي هنا طالب رقم محفظة البايظ زي ما انا حافظه كده، وتعمل حفظ هيتحفظ ويبقى معاك في الموقع شغال على طول. احصائيات الموقع زي ما انتم شايفين، مدفعش لغاية دلوقتي 3 روبل. وبكده احنا يبقى احنا كده شرحنا كل حاجة في الموقع. واي استفسار سيبولي تعليق اسفل الفيديو. كده اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. يا ريت تدعمونا بلايك. سلام.